منهم مدينة أورفا ومنهم كلس. طبعا أنطاكيا رحتها قبل كده وغزة عنتاب رحتها كتير لغاية أنا حبطت أروح غزة عنتاب بالك، إنهم يعني خلاص تشبعوا وتورموا وانتفخوا وخلاص عايزين بقى نحط إبرة فيهم عشان إيه. اليوم أنا مش هتكلم كتير لأن في طارق وفي محمد الشوى ومحمد أبو المجد إلى آخره هيتكلموا. يعني إيه استراتيجية؟ كلمة استراتيجية معناها إيه؟ كلمة تخينة مكتوبة بيجي لكم كونسلتنتس دفعوكوا كل فلوسكم عشان يدوكوا حاجات أنتوا بتعملوها كل يوم، لكن إحنا مش عارفين إن كل حياتنا فيها استراتيجيات. عايز تتجوز في استراتيجية، عايز تربي ولادك بتعمل استراتيجية، عايز تدخلهم مدرسة معينة بتعمل استراتيجية، حتى الست عايزة تروح تشتري أكلها من سوبر ماركتس في استراتيجيات مختلفة. دي كلها استراتيجيات، لكن لازم أنا أجيب كونسلتنت عشان يعلمني أعمل استراتيجية إزاي. صح؟ وأدفع فلوس وكذا 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 إلى آخره. استراتيجية هي التفكير في تغيير المستقبل. التفكير في تغيير المستقبل بآليات أنت بتضعها أو بتكتشفها أو بتقتبسها. يعني الاستراتيجية لابد في النهاية تبقى تغير بما يعود بالخير والنفع على الجمعية بتاعتك. الاستراتيجية مش محاضرة ولا كلمة ولا موعظة ولا حدوتة من التاريخ، لان احنا شبعنا حواديت المشايخ عايشونا في الماضي اللي احنا ما عملناهوش، مش عارفين نعيش في الحاضر اللي احنا عايشين فيه ولا نرسم المستقبل اللي احنا عايزين نرسمه. فكفانا عيش في الماضي الاستراتيجي، احنا عايزين نصنع استراتيجية تعمل تاريخ جديد وتنتقل بنا الى افاق مختلفة. خلاص الماضي راح، خد قلبي وراح، خد روحي وراح، خد من ايامي كل الاحلام، راح 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 راح. عبد الحليم حافظ مش انا معايا؟ مين اللي كان معاه بقى الممثله؟ مريم فخر الدين. مريم فخر الدين خبرات جديده، خبرات قديمه. ده غلبان، ده غلبان. خلاص، يبقى الاستراتيجية هو التفكير في تغيير المستقبل. كنت أنا بسمع كلمة وإحنا في كلس من يومين عن حاجة اسمها الجيل الرابع، كلمة تخينة قوي كده، تخينة. فأنا قلت كل الناس بتتكلم عن الجيل الرابع، فقعدت أسمع الراجل الأمريكي اللي بيتكلمها وقدامه كل وزراء الدفاع. الجيل الرابع معناه إيه؟ كلمتين. influencing يعني التأثير على صناع القرار، والتانية عقول. جديدة عليكم دي؟ جديدة عليكم؟ حتى الزوجة لما تيجي تضحك على زوجها وعايزة تمشي حاجة كده هو تقعد تزن على ودانه لغاية ما وافق في الآخر. صح؟ صح؟ صحيح. أكيد. كل القرارات السياسية في الدولة من إيه؟ من الزوجات. صح؟ فالراجل اللي عامل نفسه عنتر وبيحكم قول له ده ايه؟ مش انت اللي بتحكم، هي اللي بتحكم. واخد بالك؟ فقال لك انفلونسنج يعني التأثير، ها؟ وعقل. لكن عملوا منها إله. يقول لك جي 4 وجي 5 وجي 6 وايه ده؟ الجيل الرابع والجيل الخامس والحرب الرابعة والحرب الخامسة والحرب السابعة، هي حدوتة بنديها أسماء مختلفة. وإحنا بنشتري في الهواء ونعبيه في ازايز ونشتري، يقول لك شوف قالوا كذا. طب ما انت عارفها، وجارك عارفها، جدك عملها، خالتك عملتها. احنا مش عارفين نفكر بطريقه منظمه عشان نعمل استراتيجيه. كنا جالسين في جلسه مش عارف في بيت واحد من الناس اللي عزمنا على الغدا، مش عارف كان فين، في ريحانيه. فبيقول لي احنا ضعاف قوي. قلت له مين اللي قال لك؟ قال لي احنا ضعاف. قلت له انت مفكك لكن مش ضعيف، انت مفكك، انت ايه؟ مشرذم. لانه هناك من يعمل على الشرذمه والتفتيت
والتقسيم، فتصبح كل مجموعة مشرذمة ضعيفة، لكن لو تجمعت هذه المجاميع أصبحت قوية. يبقى استراتيجيتك كيف تتجمع، كيف تتنازل عن جزء من شخصيتك الاعتبارية ومن آمالك من أجل الآخرين، كيف تعطي المبادرة بتاعتك أنت للآخرين، دي استراتيجية. احنا مش عايزين نبيع لكم هوا فزايز وندفعك فلوس نضحك عليكم، بيضحك علينا وبندفع فلوس على الضحوك على الدقون بتاعتنا احنا دي، واحنا مش عارفين كلمة استراتيجية معناها ايه. دي المدخل الاول للاستراتيجية. كان في شاب وانا بتكلم في كلمة كده فبعت لي حاجة اسمها اغاثة التنمية او تنمية الاغاثة. حد يقول لي ايه الفرق بين الاثنين، اغاثة التنمية او تنمية الاغاثة؟ واحد عمل لي ايديه كده. المفروض مين اللي يغيث الثاني؟ يعني ايه اغاثة التنمية ويعني ايه تنمية الاغاثة؟ تنمية الاغاثة هي تطويرها، حجمها، تطوير الاغاثة. تطوير الاغاثة، ايوه. اما اغاثة التطوير لما بيكون تطوير فيه وعاجز فهو بحاجة لإصلاح. نعم. طيب هو الاصل ايه؟ ان كلنا شغالين اغاثة وللأسف مش عارفين نخرج من الاغاثة عشان نعمل طور تاني من اطوار الحياة في المجتمعات. كلنا فرحانين اننا شغالين اغاثة لان الاغاثة بتجيب فلوس والاغاثة سهلة والاغاثة بتدغدغ العواطف والاغاثة بتدينا وجاهة، لان انا اللي بنقذ وانا اللي بعالج وانا اللي بعمل وانا اللي بودي وانا 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 خلاص. فلذلك كلنا نايمين على مخدة الاغاثة على سرير الاغاثة، متوجعش الدماغ، فلوس بتيجي بسرعة كتيرة وانا بقى شكلي كويس حلو قوي وبنفذ على طول وبطلع في التلفزيون زي الناس بيتكلموا امبارح عن ادلب ومش ادلب وكذا وكذا وكذا. ربنا ايه يخفف الايام دي عن اخواننا في ادلب يعني، ربنا. فاحنا مشينا ورا الاغاثه ومش عايزين نقف عشان نفكر، يبقى ما بنفكرش استراتيجي، صح؟ ما بنفكرش استراتيجي. اما اغاثه التنميه ان احنا ما بنفهمش في التنميه، دي نمره واحد، واللي مش عاجبه كلامي يقابلني. والتنميه صعبه، لان التنميه بناء مش صرف، التنميه تفكير للتغيير لتحويل المجتمعات لابراز قاده لتمكين النساء والرجال والشباب في مجتمعهم، دي تنميه. تنميه في العقول، في تربيه العقول، تغيير الثقافه، تغيير الفكر، تغيير العقيده، حتى تغيير المذاهب المجتمعيه تاخد اوقات. تنميه مسيره طويله مش عايزينها، متعبه. فاحنا عايزين نغيث التنمية وإلا هنفضل نلف ولا مؤاخذة زي التور اللي بيلف في الساقية كده مغمن له عينيه، هو يعتقد انه مشي 500 ميل وهو مشي ايه 50 متر ولا 20 متر. ده كان كلمة من شاب في السودان قال لي عايزين نعمل حاجة عشان نفرق بين إغاثة التنمية وتنمية الإغاثة. احنا فرحانين أهل الأمم المتحدة رايحة دمشق، مفيش فلوس يعني بح، خلاص احنا قاعدين بنقول بح ده من 3 سنين، 2015 قلنا هيحصل في 2016 بح، بح يعني ما فيش حاجه خلص الحدوته. 2015 سالنا السؤال ده في الدوحه وبكرر 50 مره، يا اخواننا لو حصل ايقاف حرب في في سوريا وسلام جه في 2016 معاكم احتياطي استراتيجي تبداوا تعملوا بيه عمل في الداخل، ولا واحد من الجالسين قال عندي احتياطي استراتيجي بما فيهم المؤسسات الدوليه اللي هي عربيه أو إسلامية إلى آخره. ده في 2015 سألنا السؤال ده. في 2018 لو نسأل السؤال ده هتلاقي مفيش ولا مؤسسة عندها ميزانية تصرفها في سوريا لو حصل السلام في نهاية هذا العام. واللي عايش في غازي عنتاب واسطنبول على الـ على الـ المال بتاع المؤسسات الدولية قول له بح. بح يعني إيه؟ مفيش، الأكل خلص. والزفة خلصت والعروس راحت مع العريس والمعازيم مشيوا خلاص مفيش. يعني مش عايزين نفكر. ونرجع نقول ناس بتظلمنا، لا احنا بنظلم انفسنا.
احنا اللي بنظلم انفسنا. نمنع على فلوس المعونات الدولية بتاعت المؤسسات اللي هي بتحولك الى متلقي ليس مانح، سواء كانوا دول من الغرب او من الشرق. التحدي هنا في التنمية المستدامة اننا كيف واحنا في طور الاغاثة نستقطع مال من مال الاغاثة الى التنمية والتأهيل والبناء. ده اللي انتوا لازم تحاربوا عليه وتعدوا عليه بالنواجز وتاخدوا فيه فتاوي شرعية وتقولوا للمتبرع لا. ولا واحد في الجمعيات اللي اتقابلنا معاها في الاربع خمس سنين هنا في تركيا قادر على ان يقول للمتبرع لا، لدرجة ان في جمعيات تعمل الاضاحي تدفع من جيبها عشان تكمل المصاريف الادارية. ليه يبقى الخروف 170 دولار ها الدبح علينا احنا بس عشان نجيب الخروف؟ قول له لا، قول له لا. في جمعيات ها بتكفي اليتيم مرتين وثلاثة عشان تكفيه، لان المتبرع بلاها هو 25 دولار ولا 30 دولار و40 ل 40 دولار ما يكفيش حد. حتى لو هنربي حمار عندنا او جاموسة او بقرة هنصرف عليها اكتر من كده. استرخصنا البشر، فلذلك داسوا علينا المانحين، لان مش قادرين نعمل كتل تستطيع ان نحط سياسات او تعمل ابحاث او تعمل توجهات ها تقول للمتبرع لا ما ينفعش. فتلاقي كثير جدا المؤسسات ما بتديش الداتا لبعضها لان اليتيم مكفول مرتين ثلاثه، نفس اليتيم من كذا جمعيه، مش هيضحك على بعض. المتبرع غلطان واحنا غلطانين. احنا بنقتل العمل الانساني وبنقتل العمل التنموي وبنقتل العمل الاغاثي، لان احنا عايزين الفلوس باي طريقه. مفيش استراتيجيه في التفكير نخرج ونقول لا، ونقف ونقول لا، ونتحد ونقول لا. عشان كده الاخ اللي كان عازمنا على الغدا في الريحانيه وبيقول احنا ضعاف، قلت له انت مش ضعيف، انت مش هرذم، شرذموك فاصبحت ضعيف. اتحد وتنازل. لابد يكون جزء من دعائنا الله سبحانه وتعالى ان الضغينه والبغضاء وفساد ذات البين وسوء الظن ربنا يزيلها عننا. حالقه، شوف اللي بتحرق الراس زي ما انا حلقت راسي بالسكينه هنا، شايف السكينه؟ ها؟ مش بالموس. هو ده اللي بنتكلم عنه. مفيش حد فينا عايز يتحب مع التاني، تعرفوا ليه؟ لان انا اللي عملت كل حاجه، انا اللي جبت الفكره، انا الجدع. مفيش حد قدرني. طب انا ايه الفرق بيني من فرعون؟ ايه الفرق بيني من نمرود؟ ايه الفرق بيني من هامان؟ وعشان ما نخش في السياسه، الفرق بيني وبين فلان وفلان 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 اللي احنا بندعي عليهم سرا وخايفين ندعي في التلفزيون عليهم، صح ولا غلط؟ ما انا زيهم بالظبط، زيهم. كبروا مقتا عند الله ان تكونوا مدفوعين. باع في البيت بشكل وفي الغيط بشكل او في الشارع بشكل. في البيت مع اولادي ومراتي بديهم الطرشه، وفي الشارع بديهم البسمه. ده ينفع ده؟ واخد بالك؟ فده بالنسبة لعلاقتنا مع المانح ومع الفقير. الله الذي لا إله إلا هو، لو فقدت المال من أجل نصرة الفقير لن يضيعك الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا. لماذا؟ لأن المال هو في إيد مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. خسرنا عقد مش مشكلة، لكن عملنا موقف. مرة من المرات كنا في البوسنة وكان معنا مؤسسة كبيرة قوي قوي من منفوخين دول، وكان أحد المندوب بتاع سفير من سفر الدول من سفراء الدول، مش هقول أنا أسمع عشان ما غلطش، دايما أنا بغلط كتير وبزعل الناس. المهم يعني خلانا نغير البرنامج 50 مرة في 50 دقيقة. وصلنا بقى في الآخر بعد كل حاجة وبعد 3 4 أيام ونصحى الصبحية الساعة 3 والساعة 4 ومشينا على هواهم تك 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 خلاص. وصلت لمرحله قاعد في العربيه وقال كلمه كده، وانا لما بتنرفز بنسى انا مين. قلت له بقى لا انت بتفهم ولا
لدرجة ان الاخوة اللي في المؤسسة قعدوا يلطموا احنا عايزين تذكرة الطيارة بس عشان ايه يعني مش عايزين مشروع. وشط بقى الشوطة لان وصلت المرحلة ان انا عملت لك كل شيء وانت لسه رات حط رجلك علي. لا انت ورجلك ومؤسستك مع الف سلامة. لما وقف الموقف ده معاه وانا طبعا قعدت عشان ايه ابرد نفسي تحت تفت قالهم ايه انا احترم هذا الرجل واحبه. الله ولازم اتخانق معاك عشان تحترمني؟ خد موقف. والموقف مش ليك انت ده الفقير وربنا دايما وقف في جنب الفقير. وادانا بعدها مليون دولار واتنين مليون دولار المؤسسه بتاعتك. خلي عندك سوري خلي عندنا برينسيبل يعني ايه مبادئ. لكن المبدا ان انا بس اجيب فلوس مفيش استراتيجيه على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق. المبدا ان انا اقعد مع الجمعيات واعمل ائتلافات وابص بنظره شموليه جامعه على مصلحه العمل مصلحه ايه التنمية مصلحة ايه المجتمع مصلحة الفقير مصلحة الأرملة مصلحة المغتصبة. لو انا بنتي اللي مغتصبة هنام؟ لو انا ابني اللي دراعه اتقطع او عيني راحت او استشهد هنام؟ هنام مش هنام. لما انا كل فقير انتوا بتشتغلوا معاه في اي مكان في العالم هو تعتبره ابنك وبنتك واختك. هو كده. لو احنا ما لناش رسالة ما لناش استراتيجية، ما لناش رؤية ما لناش استراتيجية، ما لناش هدف ما لناش استراتيجية. مش ممكن هيكون لك استراتيجية وانت لا عندك وانا لا عندي رسالة ولا رؤية ولا هدف ولا مهمة كمان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيبص ويتفكر في العالم كله لان كان هدفه الاستراتيجي ان يدخل العالم كله الجنة. أن يدخل العالم كله الجنة. ولما ذهبت روح اليهودي وهو قاعد كده زعل قالوا زعلنا على إيه يا رسول الله؟ ده مش مسلم. قال يا إيه مش فاكر بس لا ده في حاجة ده مش سألتها في الحديث نفسه هربت مني يعني كان نفسه مش عشان هو يرتفع في الجنة كانش يبص المقامه في الجنة كان بيبص إن ينقذ بشر ينقذ رجل او امرأة تدخل الجنة. هي دي الرؤية اللي بتصنع الاستراتيجية. خد بالك يا شباب يا اخواننا. فلذلك احنا داخلين على سوريا والسلام جاي شئنا ام ابينا. انا خلاص خلصت ولا لسه؟ شئنا ام ابينا رضينا ام لم نرضى. هل سنكون جزء في محصلة تقليل مخاطر السلام على المجتمع والاتفاقيات دي او هنقعد وبقى ايه زي ما عفاف راضي كان بتقول واحدة قاعدة في البيت ولا ظلموه ولا مش عارف ماشي فوق الاشواك وقعد عيب بقى. مفيش عياط مفيش تخوين. انا بتكلم على مجتمع بينشأ من جديد ودولة بتنشأ من جديد ووطن بينشأ من جديد. هقعد انا مس كده ولا انت اللي تقرر وانتوا اللي تقرروا ان في احداث بتمشي بسرعه جدا والواضح ان الامم المتحده ماشيه خلاص اخر السنه دي مش موجوده في تركيا الا تمثيل قد كده يعني معناها افيقوا ايها القوم افيقوا ايها القوم. هعمل ايه برنامجي داخل سوريا علاقتي بمستقبل الحكومه اللي هتعمل في سوريا من جديد ده كله تفكير لازم افكر فيه بغض النظر عن النتائج. انا مش هتدخل في الناحيه السياسيه. ايه برنامجي مع الاطفال مع النساء مع الاعمار مع الصحه مع كذا مع كذا مع كذا لازم افكر والا المركب هتمشي وحاسبني والقطر هيمشي وحاسبني. دي كلها استراتيجيات. هجيب فلوس منين وانا ماليش مكتب داخل الوطن السوري مثلا؟ شفت التحديات قد ايه؟ اللي انا بقوله له سحر ولا شعوذه ولا غريب احنا عايشين فيه. بس لازم واحنا عايشين فيه نفكر ازاي نخرج منه.
عشان نصنع مرحلة جديدة نكون احنا القادرين على إدارة محاور ايه مسيرتها. لان في النهاية الإغاثة والتنمية والاستراتيجية هي من أجل تغيير المجتمعات، ومن أجل بناء المجتمعات، ومن أجل بناء الأفراد، ومن أجل تمكين المواطنين، ومن أجل بناء الثقافات والعقائد والقيم والأخلاقيات، ومن أجل بناء الاقتصاد. كل الأشياء دي موجودة فين؟ أنت إذا أردت أن تدير دفة العجلة بتاعتها والمسيرة بتاعتها فلابد أن تكون على الطاولة، لا أن تدعى، لا أن تقرأ الايه جدول الأعمال، أن تصنع جدول الأعمال، لا أن تناقش الورقة المطروحة عليك، لكن أن تجد الورقة التي تضعها على الطاولة ليناقشونها. الأبحاث، ما عندناش أبحاث، ما بنعملش استثمار في الأبحاث. استثمر في أكلة، استثمر في شرب، استثمر في أضاحي، استثمر في كذا، لكن البحث اللي بيغير القرار السياسي والاستراتيجي مفيش حد بيستثمر فيه. تدريب والتأهيل زي النهاردة، ناس تعد انها تيجي وما تجيش. ليه ما تجي؟ انت ضيعوا فرصة على كثير من الاخرين، على كثير من الاخرين. دي شخصيات لا نستطيع ان نحن نقول عليها انها تنتمي لعمل انساني يدعي انه يخدم الفرد، لانه لا يعتقد ان هذا الفرد هو صاحب المال اللي بيدفعه المرتب بتاعه، اللي بيأكله المام، اللي بيدفعه مصاريف ولاده ومصاريف المدرسة بتاعت ولاده إلى آخره. هو يعتبر أن المال ده جاي له فهو بينفقه على الفقير ويستعلي بالمال ده على الفقير، والمال مش ماله، ولا مال المانح، ولا مال الجمعية، ولا مال المؤسسة الدولية. أنا خلصت خلاص، فانتهي يعني ما ت... عشان تيجي تقف جنبي هخلص، مش هتقف جنبي مش هخلص. أنت جاي فوق، أنت طويل شوية. أنت الأخ ده متجوز؟ طيب مين مش متجوز؟ انا في اخ مش متجوز انا وعايز يتجوز. هو فين؟ انا مش متجوز. انت مش تعالى جنب كده عشان اتفرج عليك. عريس هو يا بنات. ها طب الانجليزي ترجموا على كام نقطه الان اخر كلمه. If you're not at the table you're on the menu. انت ان لم تكن انت ممن يجلسون على الطاوله فستقول انت الطبق الذي يؤكل على الطاوله. فانت هتكون حته لحمه؟ لا ابدا. الناجي الوحيد. ها ها الناجي الوحيد اللي مش متجوز. في اخ ثاني كان متجوز مش عايز. عايز فين الاخ اللي كان قال لي جوزني؟ مستخبي. احمد اخر شيء. لا مش احمد، ده في واحد كمان كان احمد. ده لا انت، لا انت على جثتي، انت مش هتتجوز انت. لا انت بسم الله ما شاء الله راسك منوره وبطنك مدوره وانت اتجوزت وخلاص يعني. انت مش انت مش متجوز؟ لا اللي جنبك هرب الراجل ولا ايه؟ دفلتهم علينا احنا نرجع. مش متجوزين ابدا. طب خلاص يعني انت مش انت هو ده؟ مش انت اللي مش متجوز؟ مش عايز قال لك ايه؟ لا في واحد سألني وقال لي جوزني. يلا جزاكم الله خير.